دكتور محمد أحمد مدير المركز. دكتور محمد أهلا بيك. دكتور محمد أيوة يا فندم، إزي حضرتك يا أستاذ أهلا هاني؟ بيك، أهلا بيك يا دكتور. دكتور محمد، يعني لا يعنينا اسم المركز، إحنا ما قلناش اسمه، لكن لما يبقى فيه 7 حالات عندهم مشاكل في العيون ونلاقي إن في وصل التدهور إلى حد العمى، يعني يقترب من العمى، يبقى إحنا قدام مشكلة كبيرة. يعني ليه؟ طيب احب بس ان انا اوضح لحضرتك حاجه يا استاذ وائل. اتفضل. هو اولا احنا عندنا 7 حالات حصل فيهم نوع من انواع الاصابه ببعض الالتهابات بعد عمليه زرع عدسه. الكلام ده لما حصل احنا طبعا العمليه بتاعتهم اتعملت كان يوم خميس بتاريخ 4/5. تم تشخيص ان الحالات دي عندها نوع من انواع الالتهابات يوم الاحد 7/5 اثناء المتابعه الدوريه للعمليه. الحالات التشخيص بتاعها لما حصل بهذا الشكل احنا ما قدرناش ان احنا نقول ان الحالات دي هي مصابه بالعمى، احنا بنشوف ان احنا عندنا الصوره الاساسيه او الصوره الاوليه للمتابعه ان في التهابات في العين. الالتهابات دي هي ده احنا قدرنا ان احنا نتعامل معاها وابتدينا ان احنا نعمل الاجراءات المناسبه سواء كان من عمليات او من ادويه او من تدخل جراحي تاني لبعض الحالات. وكان الريسبونس بتاع الحالات مختلف، يعني كل حاله كانت مختلفة عن الأخرى في طريقة التجاوب سواء كان للبكتيريا أو للالتهاب أو سواء كانت في طريقة العملية. تمام؟ المهم فإحنا طبعا المحصلة النهائية يا دكتور، المحصلة النهائية دلوقتي ان انا في 7 حالات يعني يقترب التدهور الى حد العمى، يعني لا يا فندم، هم مش 7 حصل لهم ان هو وصلوا لحد العمى. انما هو في حالة اللي هو حضرتك عرضتها في التقرير الأول ده وصلت لحد العمى، ولكن بقية الحالات ما حصلش فيها. بقيه الحالات حصل فيها الامور بقت مختلفه جدا في طريقه التعامل مع الالتهاب البكتيري اللي حاصل. طيب التدهور ده، ما احنا مش هنستنى لغاية ما يبقى في حالات طبعا تانية، هو يعني ده اللي احنا مش عملناه، هنستنى لغاية ده ما احنا نقول ده دخلنا. فيه يعني 100 أصيبوا بالعمى لا عندكم، طبعا يعني يا فندم، ده طبعا خالص، هو ده اللي احنا عملناه وده اللي احنا حصل ان احنا تدخلنا فورا فور تشخيص الحالات دي هي ان هي فيها نوع من انواع الالتهاب. الالتهاب الحادث ده هو ده نتيجه وجود التهابات في العين، وده بيحصل بعد العمليات في اماكن كثيره جدا جدا جدا، ودي نسب عالميه متعارف عليها، يعني دي مش حاجه بالنسبه لنا، حاجه بالنسبه لنا غريبه. نسب عالمية انه الناس تدخل علشان تعالج عينيها فتطلع مصابة بالعمى. هو طبعا يا انا فندم ما حضرتك، شفتش الحقيقة، ما شفتش ان لا في نسب حضرتك، طبيعية، يعني لا حضرتك دي نسب عالميه هو متعارف عليها. الراجل بيجي لك كطوق نجاة، طوق انقاذ، طبعا يعني طبعا هو حضرتك الهدف الرئيسي من المتابعات بعد العمليات يعني اي فيفقد نور عمليه. عينيه وبعدين اقول دي نسب طبيعية. لا، لا يبقى طبعا يا الحقيقة فندم، انا ما ده اقدرش، كلام مش طبيعي خالص يا دكتور، اسمح لي اقول لك، يعني ده كلام لا لا كمان. لا، هو حضرتك بس تسمح لي يا استاذ وائل، هو حضرتك الموضوع مختلف عن ان احنا نقول انها مش كلام مش طبيعي. لا هو في حضرتك نسب عالميه، احنا في كل المستشفيات اللي في الدنيا يمكن حضرتك بتسمع عن اي حاجه بتحصل بعد العمليات، ان احنا بنسمع ان في حاجه اسمها تلوث في الجرح مثلا. اي حاجه، اي عمليه ايوه، ما بتيجي هو تحصل تلوث في الجرح ده يبقى ليه نتيجه او ليه اسباب وليه اسباب. يبقى في جريمة ارتكبت، لا يا فندم في مش شرط اهمال يبقى في حصل. جريمه، لا لا مش شرط يبقى في جريمه. احنا حضرتك كل الطرق اللي حضرتك اي مستشفى او اي طبيب بيتخذها للحفاظ على ان البيئه بتاعه العمليه تبقى بيئه سترايل بالكامل ويبقى ما فيش اي نوع من انواع التلوث، دي اجراءات بالكامل بنعملها علشان نحاول بقدر الامكان الحفاظ والحد من نسبه التلوث، ولكن لا يمكن ان احنا نوصل لنسبه 100%، لا يمكن طيب سواء كان عندنا او سواء كان في خلونا مصر نسيب او بره تعدد مصر. الحالات دي يا دكتور للتحقيق، لان الحقيقه انا مش مقتنع ابدا بان في حد يعني يجي لكم علشان يشوف كويس فما يشوفش خالص، علشان عنده شويه تشويش كده قدام عينيه، ف يعني تعال يا ابني هنعالجك فيطلع اعمى يعني، وبعد كده اقول اصل دي نسب طبيعيه. بشكرك يا دكتور ونسيب ده للتحقيقات. عودة تاني اللي كنا قلنا لكم، هنشوف بقى نعمل تحقيقات على أرض الواقع مع المساجد اللي تم إزالة أسماء قطريين.